يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة وألقي دروس. أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة وألقي دروسا وبعض الكلمات في المساجد، فأنكر علي أحد الناس وقال بأنني صغير السن ولم أتعلم بعد، فهل إنكاره علي صحيح؟ أعيد السؤال. أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة وألقي دروسا وبعض ما علينا من السنين، علينا من العلم. أنت عندك علم ولا بأس، كبير أو صغير، أما ما عندك علم ولو أنك شايب ما يجوز هذا. نعم.